اليوم حنا في اطار المواكبه ديال الوقفه الجماهيريه امام اداره الماء الصالح للشرب للاحتجاج على الوضعيه الكارثيه اللي صبحت عليها الحاله ديال الماء الصالح للشرب مدينه اليوسفيه، وهي الحاله اللي ظهرت منذ اسابيع واللي واكبناها حنا في حزب الاستقلال من خلال اتصالنا المباشر مع المكتب الوطني اللي عطانا مجموعه من التوضيحات اللي كانت غير كافيه، مجموعه من التوضيحات اللي ما مشاتش في اتجاه حل المشكل بل انها ازمته وبقات الوضعيه على حالها. خرجنا مجموعه ديال البيانات، عطينا مجموعه ديال التصريحات في افق ان نخلقوا واحد الجو ديال التوافق اللي ممكن من خلاله نجلسوا ونحلوا المشكل. تم تعنت وتم خروج بلاغ ديال المديريه ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مستوى الجهه اللي كتاكد ان الماء ديال اليوسفيه صالح. ولينا امام تنازع ما بين الساكنه اللي كتقول الماء غير صالح للشرب وما بين المكتب الوطني اللي كيقول لك هذا الماء صالح للشرب. اليوم حنا كنحتكموا لهذ الساكنه اللي جات كتحتاج اليوم واللي كتقول بان الوضعيه الان هي وضعيه غير مقنعه، هي وضعيه غير صالحه، هي الماء المياه المستعمله اليوم هي مياه فاسده، مياه اثرت على الوضعيه الصحيه ديال الساكنه، مياه لم تعد الساكنه قادره على حتى تذوقها او رائحتها. لذلك اليوم اللي كنطالبوا به هو ان تكون عندنا الشجاعه عند المكتب الوطني للماء الصالح للشرب انه يفتح نقاش حقيقي مع القوى الحيه داخل البلاد مع الساكنه اللي كتحتاج اليوم ويعطينا وضعيه حقيقيه ديال اشنو اللي خلانا نمشيو من المياه ديال العذبه ديال بحيره الخوالقه ونمشيو لسبت المعارف في الوقت اللي كانت القنوات اللي تم مدها في اتجاه سبت المعارف كان يمشي في اتجاه العمق ديال البحيره في اتجاه بوشان في اتجاه الرحامنه لان البحيره كتمتد حتى للحدود ديال قلعه السراغنة. وبالتالي اليوم حنا كنرفضوا ان المياه المستعمله للماء الصالح للشرب والاستهلاك اليومي انها تكون من الجهه ديال سبت المعارف لان انتمائنا او نقلنا تعسفا الى حوض ام الربيع اثر كثير على الماء الشرب داخل مدينه اليوسفيه. اليوم اللي كنطالبوا به انه حق المدينه بالحكم الموقع الجغرافي قربها من بحيره الخوالقه ان المدينه تبقى تتمتع بالمياه ديال الخوالقه الى حين نضوبها التام. ملي كنقولوا الى حين نضوبها التام ان حق الساكنه ديال اليوسفيه كباقي جماعه الاقليم يمشي بهذا الاتجاه. حنا في حزب الاستقلال قمنا مجموعه من المبادرات وغلقوا مبادرات اخرى على ارضيه الوقفه اللي كان اليوم واللي كتاكد انه لا مجال للمساومه في هذه الماده الحيويه على مستوى المدينه. شكرا. كنلاحظوا في الاونه الاخيره المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عزل المدينه او الماء اللي كان قبل اللي كنا كنشربوا ما بقاش تغير. جابوا لنا ماء من الجامعه الترابيه ديال سبت المعارف التابعه اقليميا لسيدي بن نور. هذا المشلوقي ما فيه لا طعم لا لون لا حتى شي حاجه. مرض الناس، دار لي في الجهاز الهضمي ديالهم، الناس ولا كيتشكوا بزاف اضافه على غلاء الفواتير ديال هذا المشكل. هذا كنطلبوا من الجهات المعنيه والمختصه انها تاخذ حل عاجل عما قارب ان شاء الله تجاه الساكنه ديال مدينه اليوسفيه.